كيف الجو؟ كل التفاصيل مع محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بالمطار، اللي دايما أكيد توقعات هذه المصلحة تصدق بالدقيقة دقيقة، يعني إذا فينا نقول أو ثانية بثانية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور. لازم يستعينوا فيكم هلأ بواشنطن. مش لهالدرجة قال. بعد عن الشر وغني له. طبعا مكفيين بهذه الأمطار بالمنخفض الجوي لإمتى؟ اليوم حتخف حدة الأمطار. هلأ مش بالخرايط عندنا تدني إضافي بدرجات الحرارة، حيكون خلال النهار بحد الأقصى على الساحل حتكون بحدود 15 درجة. طقسنا نبلش غائم جزئيا، حيتحول لغائم. المناطق شمال منطقة بيروت الشمالية هي حتتعرض لأمطار اليوم أكثر. هلأ عم نشوف صح كمية الأمطار وين الكتل الباردي. صحيح، والكتل الباردي أكثر تأثيرا على هيدي المنطقة حتكون اعتبارا من بعد الظهر، يعني حتتغير المعادلة، وبالفترة المسائية حيكون عندنا أمطار بشكل عام. الأمطار أكيد اليوم مش بغزارة مبارح، مبارح وصلت ببعض المناطق الجنوبية بحدود 110 ملم أو 120 ملم وأكثر. منطقة بيروت ما تخطت 30 ملي، يعني كان في تفاوت بالكميات الأمطار. اليوم الهواء حيوصل لحدود 70 كيلومتر بالساعة، ارتفاع الموج بحدود 3 أمتار. بانتظار بكرة حيصير في تغير كبير بالطقس اعتبارا من فجر اليوم، يعني فجر بكرة لبعد ظهر بكرة الهواء ممكن يوصل لحدود 100 كيلومتر. يعني الضعاف ما يمشوا على الطريق، بتصير يلتزموا بالحجر، يلتزموا ما هي صحيح. وهون اذا عم تشوف الجراف لدرجات الحراره تقريبا التنافي نزله، الثلاثه بترجع بتطلع، والاربعه النزله القويه حتكون، بس بنكون تقريبا خلصت المتساقطات. يعني عم نحكي عن بكرة حيكون عنا هواء قوي مثل ما حكينا بحدود 100 كيلومتر وممكن أكثر من هيك بالشمال. الموج بكرة بحدود 4 أمتار لخمس أمتار حيكون، وحيكون عنا غزارة بالأمطار بفترة بعد الظهر، يعني من الظهر وطلوع حيكون في غزارة بالأمطار. هيدي بالنسبة لبكرة. بكرة فينا نحكي عن عاصفة صراحة لو وقت صغير. والأربعة حتتدنى درجات الحرارة، ممكن ينزل عنا تلج على حدود الألف متر وتحتها الألف بالشمال، بس الكمية كتير قليلة حتكون، يعني الكميات كتير قليلة النهار. ما بتعلق الأربعة. يعني ما مبين في رطوبة صراحة كتير، بس تتدنى درجة الحرارة هي حتتدنى تقريبا الظهريات، حتكون الرطوبة خلصت، يعني من الفترة المسائية الأربعة بيكون انتهت المتساقطات، يعني ما حيكون في وقت انه يكون عندنا متساقطات بكميات كبيره او سمكات كبيره. متوقع ان نهار الخميس يكون طقس حلو، بس بدي ضوي على شغله بالنسبه لبكره الثلج كمان على 1300 متر حيكون، مش تحت ال 1300 ما مبين، يعني بكره في ارتفاع شوي بدرجات الحراره. نعم. اليوم اذا بدنا نحكي عن درجات الحراره على الساحل بين ال 10 وال 15 درجه، تحت معدلها باربع درجات على الساحل. المناطق الجبلية من 3 درجات لـ7 درجات، والمناطق الداخلية من 4 لـ7 درجات. الهواء مثل ما حكينا بحدود 70 كيلومتر ممكن يوصل، الموج البحر بحدود 3 أمتار لـ4 أمتار اليوم، وساعة شروق الشمس الساعة 6:42 دقيقة، الغروب عم بيكون الساعة 4:54 دقيقة. هيدا كل شيء. جوزيفين عم تسأل بزحلة رح يصير في تلج بعد ما تلجت بزحلة؟ بزحلة من المتوقع نهار الأربعاء تكون ألف متر. صحيح. هلأ هي المناطق الداخلية قبل ممكن الثلاثة المساء، صراحة الثلاثة المساء ممكن يصير عندهم شوية ثلج، لأن التدني حيبلش من الثلاثة المساء، يعني الهواء العاصف صراحة من فجر بكرة لظهريات نهار الثلاثة. بعد الهواء القوي بصير يثبت، بتنزل درجة الحرارة وبتكتر المتساقطات. طالما ما في هواء المتساقطات بتكون خفيفة. كمية المتساقطات بآخر العاصفة، يعني لما توطى الحرارة كتير اللي هو نهار الأربعاء، ما مبين في رطوبة صراحة، الرطوبة كتير خفيفة، يعني ما يعني ما في تلج.
ايه كميات الثلج محدوده، حيشوفوا والخميس طقس منيح، يعني اذا نزل ثلج رح يدوب وفي جليد الخميس. صحيح مثل ما قال تفضل استاذ عبده، الجليد ممكن على 800 متر 900 متر يصير جليد نهار الخميس، حتى من الاربعاء المساء الناس بدها تنتبه، في حيكون في جليد ب 900 متر وطلوع. نعم، شكرا لك محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحيه ولكل العاملين في مصلحه الارصاد الجويه.